النشرة المغاربية من قناة الجزائر الدولية، أهلا بكم. بداية، جدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الاثنين دعم الجزائر للقضيتين الفلسطينية والصحراوية. الرئيس تبون في خطاب وجهه للأمة خلال أشغال دورة غير العادية للبرلمان بغرفتيه بقصر الأمم غربي الجزائر العاصمة، أكد مواصلة الجزائر الدفاع بشراسة عن مبادئ ثورتها التحريرية وعدم التخلي عن الدول الضعيفة. وجدد الرئيس تبون التأكيد على أن الجزائر مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، مضيفا أن موقف الجزائر من القضية الفلسطينية واضح ولن تتخلى عنه. رئيس الجمهور، احنا مع فلسطين، وقالها زعيم الراحل رحمه الله ظالمة ولا مظلومة وما هو شيء جديد بالنسبة لنا من وقت سيدي بومدين الغوت، من وقت صلاح الدين الأيوبي، وإحنا مرتبطين فلسطين، مش شيء جديد علينا. ما يجوش دول أخرى يقول لك الجزائري، إحنا ارتباط عندنا الشهداء تاعنا تما. في 48 مشاو الجزائريين متطوعين رغم الاستعمار واستشهدوا تما. أما الله ولا تخلينا على فلسطين وما نتخلاش عليها. أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في خطاب وجهه للأمة خلال أشغال دورة غير العادية للبرلمان بغرفتيه في قصر الأمم غربي الجزائر العاصمة أن قضية الصحراء الغربية لا تزال مطروحة أمام مستوى لجنة تصفية الاستعمار للأمم المتحدة. ما نتخلاش على الدول الضعيفة، هذا هو. قضية الصحراء قلنا قضية تصفية الاستعمار، قضية الصحراء ما هوش كره في أشقائنا المغاربة ولا الواقع، هذا هو ملف الصحراء الغربية مازال على طاولة لجنة تصفية الاستعمار للأمم المتحدة. نهار اللي يفصلوا فيه الله يسهل عليهم. وعلى صعيد الجبهة الداخلية، ذكر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن تلاحم الشعب مع الجيش أحبط مخططات تحطيم البلاد، مؤكدا اتخاذ الحوار البناء ثقافة لتسيير الشأن العام. لقد كان انسداد الأفق السياسي وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السائدة عشية فبراير 2019 أن كادت أن تعصف بمقومات أمتنا ويفسح المجال أمام الجهات المتربصة بأمتنا ووحدتنا لتلحق بها ما عجزت عنه خلال سنوات طوال، غير أن الهبة الوطنية المباركة لشعبنا الأبي وتلاحم الجيش الوطني الشعبي معه أحبط مخططات المتآمرين وبعث من جديد حلم إنشاء جمهورية جديدة فخورة بماضيها ومتطلعة لمستقبل أفضل لأبنائها وشبابها. الرئيس تبون شدد على رفض الجزائر اللجوء إلى خيار الاستدانة الخارجية مع تصنيف مؤسسات الأمم المتحدة ومؤسسات مالية دولية الجزائر ضمن دول المناعة ضد أزمات التغذية والمديونية، كاشفا عن ارتفاع احتياطات صرف البلاد إلى 70 مليار دولار. ما نمشيش للمديونية، لأننا نعرف قيمة المديونية، نعرف قيمة المديونية وآثارها على النخوة الجزائرية وآثارها على كلمة الحق نتاع الجزائر. اليوم احتياطنا الصرف الحقيقي راه يفوت 70 مليار دولار، كان ب 40. صح سعر النفط والغاز داخل فيه شوية، ولكن العجز كان بدا يتسجل لما كان
برميل النفط سوى 140 دولار. الرئيس الجزائري أكد أن نتائج الإصلاحات التي أنجزت في السنوات الأخيرة تبعث على الكثير من الارتياح بتحقيق البلاد نمواً اقتصادياً بـ 4.2% باعتراف مؤسسات مالية دولية. النهضة الصناعية راها ماشية ربما تدريجياً في الخفاء بدون إشهار كبير عليها، ولكن نهار اللي الشعب الجزائري يستفيق يلقى روحو عنده صناعة. اليوم مش معجزة نتاع البنك العالمي ولا تاع النسبة المئوية للنمو الاقتصادي في أوروبا، راه يدور حول 2.5-3%، أحسن الاقتصاديات عندهم 3%. دول نعرفها قوية قوة الخامسة اقتصاديا وعسكريا راها تدور في 1.2%. حنا رانا باعتراف من البنك العالمي هذه أسبوع عندنا النسبة المئوية تاع النمو 4.2%. اعتمدت الجمعية العامة لمجموعة سوناتراك الجزائرية خطة تطويرية على المدى المتوسط باستثمارات تعادل 50 مليار دولار. بيان للمجموعة الطاقوية الجزائرية ذكر أن مخطط التنمية الممتدة من 2024 إلى 2028 يتضمن تطوير نشاطات الاستكشاف والإنتاج والنقل عبر الأنابيب والتحويل والتكرير والبتروكيمياء، فضلاً عن النشاطات ذات الصلة بالتشغيل والمشاريع التطويرية المتعلقة بالرقمنة والتحول الطاقوي وتلك المتعلقة بتخفيض البصمة الكربونية الناجمة عن نشاطات المؤسسة. شدد وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الليبية عمادة طرابلسي على أهمية مضاعفة الجهود والتنسيق والتكامل وتبادل المعلومات من أجل تأمين الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب والمخدرات والمؤثرات العقلية. طرابلسي خلال جولة تفقدية أجراها الاثنين بمعبر رأس جدير الحدود مع تونس أكد على تقديم الدعم والإمكانات اللازمة للأجهزة الأمنية ومديرية الأمن بالساحل الغربي. كما تفقد طرابلسي القاطع الحدودي العسة وتمركزات جهاز حرس الحدود رفقة رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ورئيس جهاز حرس الحدود ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي ومدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية ونائب رئيس جهاز دعم مديرية الأمن. ليبيا راهي وحدتها في تأمين حدود، وحدتها في تأمين منافذها. نحن تونس على جرد نعم بارك الله فيهم، يوم جلسنا معهم اليوم عندنا في الحدود قوة، في المنفذ قوة، يعاملوا فينا باحترام ونعاملوا فيهم باحترام. تونس دولة شقيقة، دولة جارة، دولة مسلمة، نحترموها ونحترمها. مش زي كذلك موضوع الحدود هذا ملف وطني. القوة جاهزة، الإمكانيات جاهزة، احنا مستعدين أن نأمن حدودنا في النيجر وتشاد. راهو يا ليبيين ملف الهجرة، يقول ودي هذا في الهجرة، راهو أول حاجة حرام، أما رب ناس تموت في البحر، ثاني حاجة راهم أوروبا تلف هجرة ليبيا، راهي ليبيا فيها مشكلة، راهم عندكم فوق 3 مليون مهاجر ساكنين في ليبيا، احنا مش ضدهم، يبي يسكن فيه باش يتفضل. في شرات رسمية زي ما احنا نسافروا ناخذوا في التأشيرات وتدفع عادي. ختام النشرة المغاربية، للمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا عبر منصاتنا الرقمية الظاهرة أسفل الشاشة. في أمان الله.